عليكم. اتفضل. سرقوا المعاملة تقدمها البنوك، ايه هي عبارة عن تقديم الراتب ايه بزيادة أو بخفض 20 جنيه على 1000. أضرب مثال لأوضح للسؤال، ماشي لو أنا مرتبي مثلا 2000 3000 جنيه، كويس. فهيديني مرتب الشهر القادم هيديني منه 2000 جنيه، مع التلاتة بتوعي يبقى 5. البنك يقرضك يعني ولا ايه؟ مش فاهم. هيقرض الشهر، كل شهر هيقدم جزء من المرتب الشهر القادم مع الشهر الحالي. يعني ماشي على طول كده، نعم، يعني ماشي بصورة مستديمة، بصورة مستفادة. نعم، هيقدم لك 2000 جنيه، هي ثابتة ال2000 اللي هيدفعها، ثابتة. نعم، ثابتة ال2000 جنيه اللي هيدفعها، بس هيديها لك الشهر ده، وكل شهر ياخد 20 جنيه. ربا ربا. بارك الله ما فيك. فيك يا رب وإياكم.